شي تونس سميتي مع ماما واش مروح لك في الصين ان شاء الله طوي يجي عامل فيك السيف هكاك نعلب ولا مغلوب مغلوب والله مشيت بحرت ولا لا البحر كان 15 جويليا نحن عليه 15 جويليا اش فما هكاك ما تحب الثوره هكاك امك هكاك مبرمجه ديما هكاك تقول لكم 15 جويليا وقتها جويليا وقتها الصيف يبدا عندها اي هكاك انت تخاف من العين ولا لا شك فيك معناتها العين من مش بها برشا اما كومي ساعات به كي تحكي على حاجة برشا مرات برشا عبيد تحسها سيبهم بطلت والكل اي صحيح كي تحكي برشا على حكاية تحسي تبطل اي صارت لي اي وانتي توا تحوسوا مع شكون مع العائلة ولا مشي تعمل في قهوة تقابل في المسيو المسيو مشي تونس مشي مع ماما المسيو برا اي وين اختي خليج ولا في فرنسا لا انت عليه مخطوبه معناتها لا صغيره قلت لي المسيو انا قلت لك مسيو انت قلت لي المسيو لا صاحبك معناتها ايه ترى تحكي قدام امك نورمال تقول لها صديقي اي تحكي لامك معناتها عادي بتخبي عليها الشيء لا بخبي عليها شيء كل شيء تعرفه كل شيء حاجة مثلاً فما برشا بنات اللي يقول لك ما نقولش لأمي وما نحكيش وما تقولنا أنا كي صاحبتكم اعتبروني أحكيوا لي كل شيء وما نعملكم حد شيء معناه بالعكس كي تحكيوا لي نفرح ربي يفضل هيلك عايشك كنت زيدة ميرسي بوكو وصاحبك قول له روح ولا ليه ولا ما مش مروح لك في الصين إن شاء الله تو يجي إن شاء الله تحسي حشمتك برشا توا وين ماشية أنت وأمك ماشيين لتونس باش نشريو قماشات قماشات تحضروهم ل 15 جويليا ان شاء الله عندكم عروسات ولا ما عندكمش توا حتى كان عندنا ما نمشيوش حاجه من راسي على ما تحبش العروسات ما هي وقت الجوك انتم تتبعوا اليوم ما عنديش وقت دونك انتم تولوا قاعدين هي ما تمشيش انتم ما تمشيوش ما نمشيوش ما تمشوش معناتها تقولوا هانا تابعين عائله العروس ولا هانا تابعين عائله العريس من غير ماما نمشيوش ماما تمشيش احنا ما نمشيوش ربي يفضلها لكم ونهاركم زين ميرسي بوكو ميرسي مشي تونس مشي مع ماما ماما مروح لك في الصين ان شاء الله تو يجي